الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. زهر خليف رئيس جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفعالة والثقافة الرقمية. اليوم لقاء إعلامي مع تنظمته جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفعالة والثقافة الرقمية وجمعية أفاق الرياضية بالقيروان في إطار التحذير والإعلان على مجموعة من الأنشطة في إطار استراتيجية وضعتها يعني الجمعيات الزوز هذوما في مجموعة من الأنشطة اللي باش تكون مهمة برشا في نشر رياضة الرياضات الدفاعية في القيروان وفي الجمهورية التونسية بشراكة مع خبير. اليوم هو حاضر معنا سي مسيو دافيد اللي هو إيطالي جنسية واللي هو حاضر معنا اليوم باش يقدم رؤية للشراكة هذية واللي اليوم قدمناها وقدمنا مشروع متاعنا. نحن اللي شي انطلق إن شاء الله نهار السبت لحد ذي لو 4 و لو 5 جوان في قاعة جنان الرياضية باش تحتضن دورة هي دورة لجس النبض خلينا نقولها ودورة أولى وأولية في تعريف معناتها بالرياضات هذه وفي التعرف باش يعرف التيران شنو موجود لهنا الإمكانيات اللي موجودة عند الرياضيين وعند المدربين اللي موجودين في مستوى الرياضات الدفاعية في القروان وستليها إن شاء الله في الصيف مخيم تدريبي كبير. الحمد لله الحمد مثل جمعية الأفاق الرياضية بالقيروان. السيد هذا هو متر متاعي قبل من عام 2002 أخذت سانتير نوار في إيطاليا وكلي شاركت في برشا استاجيت غاديك. أنا قبل الكورونا حكينا شوية تو حاليا كي استدعيتهم أنا فرحة وقال لي هاني نجي أنا نحب نعملوا البدرة هذه نعملوا استاج هذا الأولاني نتاع السبت والحد إن شاء الله. وقلت له عنا الإفكتيف عنا شباب تبارك الله معناها في الكاليتي وفي حتى العدد معناها هنا إن شاء الله بحاول ما أقلش من 200 شخص مش يشاركوا هما جال كلهم تو متحمسين جا ثم ثلاثة جمعيات ومازالوا ما سمعوش الباقي هذوما الجمعيات اللي هما في القروان نعرفوا اللي مش يجوا في تونس فما في الأربع 500 شخص من ثم حتى يجيبوا عائلاتهم معاهم هما راه فهمتني مش يجوا لي سبورتيف وفما اللي يجيب خطيبته ومرته وصغاره فهمتني بحاول ليه معناها فما إفكتيف قوية. أنا الحقيقة عمري ما خممت فيه الدعم أنا كي حبيت خاطر نحن هنا عندنا جروبيات والقروان ما تعرف معناها كان ليميتي شوية نحن حتى في ليزونترونور يعني حتى في الكاليتي نتاع منشنا كلي دي برو برو فهمتني حسب ما نعرفش انا طلعت وشفت شاركت في استاجات البرة بالحق يعني هما لاغونيزم يسموه معناها توصل انت برو معناها محترف يعني انا ماذا بيك الاحتراف هذاك نجيبه لهنا خاطر عندنا نحن طاقات قويه برشا ويستحقوا باش واحد كي معناها يلقوا استاجات في نيفو قوي يلقوا روحهم بالقدا. ربيع الحتادي رئيس جمعيه الافاق الرياضيه بالقيروان. نشكركم برشا على حضوركم. احنا الجمعية اليوم ما عندهاش برشا من تأسست 3 شهور حبينا نخدم برنامج قوي في القروان وبالشراكة مع جمعية أطفال وشباب. اليوم احنا عملنا تربص هذا نهار 4 و5 مش يكون موجود في جمعيتنا مع مختلف جمعيات اللي قدمنا لهم استدعاء باش يكونوا حاضرين معاه مش برشا زوز ولا ثلاثة مبدئيا. التربص هذا مش يكون زادة وليد تربصات أخرى مش يكون موجود تربصات في القروان في المناطق الداخلية مش اختاروا مناطق ومش يكون في مستير. التربص مش يكون عبارة على نستدعيه احنا لاعبين من إيطاليا وفرنسا قرابة 500-400 لاعب يجوا للقروان ويجوا لتونس صفة عامة نعملوا سياحة رياضية ونشوفوا احنا اولادنا اللي هوني في القروان اللي يمارسوا رياضة الكاراتيه يمشيوا يعملوا ترابس في إيطاليا في فرنسا. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.